السلام عليكم. سبق وأن حذر الاقتصاديون من تدهور اقتصادي وشيك قد يؤدي إلى انهيار شامل لما تبقى من آثار حياة في البلد. وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً والتي تتمثل بالامتناع عن تغطية واردات بعض السلع واقتصر على تغطية القمح والدواء فقط، بالمقابل تعرض القطاع الخاص لخسائر كبيرة أثرت على مسار الحركة الاقتصادية في البلد. عام من الحرب أنهك الاقتصاد، وتعرضت البنية التحتية فيه للاقتصاد الخاص للكثير من الضربات الموجعة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الواردات والصادرات أيضا. كما أن ضعف الدخل للفرد والطاقة الشرائية للأسرة اليمنية منذ بدء الحرب كان له أثر بالغ في تدهور القطاع الخاص أيضا. حول هذه التساؤلات عن تدهور الاقتصاد الخاص في البلد سيكون موضوع حلقتنا لهذه الليلة، والتي سنتناول فيها أيضا انهيار العملة الوطنية وتفاقم المعاناة الاقتصادية في اليمن في حلقتنا من المساء اليمني لهذا اليوم. ولكن قبل ذلك نذهب لمشاهدة هذا التقرير. خياران لا ثالث لهما يجد البنك المركزي اليمني وضعه بالغ السوء أمامهما، وأحدهما مر. الأول يتمثل بالإعلان عن إفلاس الاقتصاد اليمني وانهيار الدولة اقتصاديا، أما الخيار الثاني فهو رفع الأسعار ليقسم بها ظهر المواطن وتحديدا الفئات الفقيرة بدرجة رئيسية والتي تتجاوز نصف سكان اليمن، خصوصا في ظل انعدام مصادر الدخل وانتشار البطالة وإطالة أمد الحرب، حيث يأتي تحذير الأمم المتحدة من خطورة الأوضاع وانضمام ملايين اليمنيين لقائمة الفقراء. وهو ما تؤكده دراسة صادرة عن البنك الدولي أن 20 مليونا أصبحوا الآن في تعداد الفقراء في اليمن. انهيار الريال اليمني أمام الدولار منذ يومين أصبح بداية لخطوات حثيثة تتجه نحو إعلان الانهيار الاقتصادي بعد تراجع الاحتياطي النقدي إلى حوالي 2.3 مليار دولار، وهو أمر سبق وحذر من تداعياته اقتصاديون مؤكدين أن انهيارا اقتصاديا وشيكا لما تبقى من آثار الحياة في البلد ما لم يتم اتخاذ إجراءات جادة وصارمة تستعيد استقلالية وحياد المؤسسات المالية وإعادة تحصيل موارد الخزينة العامة. ومنذ ألقت الحرب بظلالها الثقيلة على البلد، تلقى القطاع الخاص ضربات موجعة أبرزها الدمار الذي طال المنشآت والبنى التحتية مثل المطارات والموانئ والطرق والجسور وندرة النقد الأجنبي، الأمر الذي يصعب معه تمويل الواردات، ناهيك عن التهديد والابتزاز الذي تمارسه الميليشيا بحق القطاع الخاص ومصارفه. وتقدر كلفة الأضرار بالقطاعين التجاري والصناعي بحوالي 39 مليار دولار في بلد يصنف بأنه من أشد الدول النامية ذات الاقتصاد المتدهور. تمضي سلطة الأمر الواقع التي لا تفقه شيئا في أبجدية الاقتصاد إلا الفيدة والغنيمة بحربها ضد اليمنيين غير عابئة بالكوارث الاقتصادية ومتغيراتها الخطيرة على وضع البلد وبنيته الاقتصادية الهشة. فهل سيجد هذا البلد مخرج طوارئ للخلاص والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من أسس ودولة وبقايا اقتصاد لما تبقى من حياة اليمنيين؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي عبر سكايب الأستاذ محسن العمودي الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ محسن. أستاذ محسن هل تسمعني؟ نعم أسمعك. بداية أستاذ محسن، يعني بالتأكيد تتابع التدهور الاقتصادي الحاصل في البلد، ما هي قراءتك لكل هذا التدهور الذي يحدث؟ أعتقد أنه ما يحدث لم يكن مستبعدا أو غير متوقعا، ما يحدث شيء طبيعي جدا في ظل غياب الدولة القوية سواء كانت مركزية أو فيدرالية، بالتالي أنت تعيشين في وضع سياسي غير مستقر وفي ظل احتراب داخلي وعدوان خارجي أيضا، وما يحدث لم يكن مستبعدا ومتوقعا. وأعتقد أنه التقارير تشير إلى فعلا إلى وضع مأساوي، أنه 20 مليون يمني من إجمالي تعداد سكان يبلغ 25 مليون مهددين بالجوع والمجاعة، هذا مؤشر خطير جدا. لكن أكرر أنه ما حدث أو ما سوف يحدث أيضا في الأيام القادمة من أمور
كارثية أكبر ليست مستبعدة بل متوقعة. نعم الدكتور أستاذ محسن، يعني كثير من التحذيرات يعني تمت قبل ما وصلنا إليه، وها هي التحذيرات تدق ناقوسها مرة أخرى بأن الوضع غير قابل لأي حلول إلا أن تكون حلول عاجلة وفورية. برأيك أستاذ محسن، من عليه أن يتخذ الخطوة الأسرع لإنقاذ البلد، أو من هو يعني السبب الرئيس لكل ما يحدث؟ أولا العاصمة صنعاء وبنكها المركزي تحت هيمنة وسيطرة ميليشيات، قد نتفق أو نختلف معها لكن هي ميليشيات لا تملك رؤية أو نظرة مستقبلية لبناء دولة. هي ميليشيات أثيرت فجأة وأداة واستولت على السلطة على العاصمة وعلى موارد البلد بإمكانياتها العسكرية. في نفس الوقت هي لا تملك رؤية مستقبلية اقتصادية سياسية اجتماعية ثقافية، وما حدث شيء طبيعي. الشيء الآخر، النخبة السياسية اليمنية للأسف أو المنظومة السياسية اليمنية فشلت فشلا ذريعا في تقديم رؤية شاملة للنهوض بهذا البلد. نحن للأسف لا نقبل، مشكلتنا في اليمن لا أدري ما أسميتها مرارا وتكرارا، ثقافة الثأر السياسي. نحن لا نقبل بعضنا البعض، يعني داخليا هناك صراعات، وهناك صراعات تاريخية قديمة تم إحياؤها زيدي شافعي وهي لم تكن موجودة لدينا. لدينا الصراع الشمالي جنوبي، نعم، ونرى الآن ما يحدث في الجنوب، الاغتيالات المستمرة في عدن بحجة أن عدن تم تحريرها وكلها أوهام. بالتالي إذا لم تصحو النخبة السياسية في اليمن وتصل إلى قناعة أنه لا أحد منا أو منها يستطيع أن يلغي الآخر، ولابد أن نقبل بالتعايش مع بعض البعض والخروج من أزماتنا برؤية موحدة أو شبه موحدة مشتركة، نعم، لنا جميعا، دون ذلك أعتقد أنه الحل سوف يستمر الاحتراب الداخلي والعدوان الخارجي. نعم أستاذ محسن، يعني اسمح لنا فقط أن يشاركنا في هذا الحوار السيد أحمد شماخ الخبير الاقتصادي من عدن. مساء الخير أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، تدهور العملة الوطنية ربما هذا هو العنوان الأكثر يعني إقلاقا بالنسبة للمواطن البسيط، هل يمكن أن تطلعنا على أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور العملة؟ طبعا التشوهات الاقتصادية التي خلفتها محاربة الدمار يعني خلال الفترة الماضية قد فرضت نفسها على الواقع اليمني. من المنطقي جدا أن نربط ما يدور اليوم في اليمن من حروب وصراعات دامية منذ مطلع العام 2011 وحتى اللحظة بالأوضاع الاقتصادية والبنية والمعيشية، باعتبار أن ذلك الوضع قد شكل واقعا معيشيا وماليا وإنسانيا صعبا جدا ومعقدا للغاية على كل اليمنيين. نعم. طبعا وإلى انزلاق البلاد يعني نحو المجنون. هذا الواقع الخطير يخطب على كل عقلاء اليمن والسياسيه الى تدارك لقانون يعني ما يمكن ايقافه وتجنيد البلاد والى الحرب والدمار ووقف الاقتتال عن الدائر بين هذه الفرقه ورفع الحصار. فارتفاع يعني اسعار العملات وايضا وجود السوق السوداء سواء كانت سوق بالشقاق النصرية أو ارتفاع أسعار الصرف يعني هي أدت إلى هذه التشوهات نتيجة هذه التراكمات، وخصوصا أن النفط يعني من بداية إبريل 2015 قد توقف يعني كلية عن التصدير إلى الخارج، وتدعو كثير من بعض المنتجات الزراعيه والصناعيه الغير نفطيه الى التصدير من الخارج، وهذا ما ادى الى تعويض عجز الحكومه يعني عن طريق الدين العام المحلي الذي قد وصل الان الى مستويات يعني كبيره جدا، يعني يفوق يعني 20 مليار دولار يعني الدين المحلي هنا. نعم إذا ضعف الاقتصاد اليمني. نعم طيب ما مدى يعني ما مدى تأثير السوق السوداء على الوضع الاقتصادي أستاذ أحمد؟ طبعا هناك انعكاسات يعني سلبية يعني كبيرة جدا.
نتيجة ضعف يعني تفعيل أدوات السياسة النقدية والمالية على بتأثيرها على السوق المالية اللي هي سوق السوداء، وخصوصا من يعني منذ بداية الحرب. قد يعني رغم ان البنك المركزي يعني اليمني قد يعني مارس دوره بشكل فعال خلال الفترات الماضيه في منذ مراحل الاحداث رغم شحه الموارد الماليه، وحافظ البنك المركزي خلال الفتره الماضيه على الاستقرار النقدي في ظل اقتصاد يتهاوى يعني يوما بعد يوم بسبب توقف اهم مصادر الدخل يعني في البلاد كما ذكرت ياتي على راسها النفط والغاز. يعني هذا يعني طيب استاذ احمد تداول خزينه الدوله بسبب هذا الاجراء. غير ان ذلك الثبات اللي يعني حافظوا عليه البنك المركزي خلال الفتره الماضيه قد بدا يتاكل ويتراجع يعني وتهاوى يعني بشكل مخيف يعني خصوصا خلال توقف الايرادات يعني المصريه. لهذا يعني نعدو يعني كل يعني المصارحين سواء كانوا سياسيين او عسكريين الى تحييد هذا النفط يعني والغاز يعني من اجل استئناف يعني تصدير النفط يعني الى خارج البلاد ولا تقدروا ايضا في اداره الاله الصناعيه المحليه. طيب استاذ احمد أستاذ أحمد يعني ماذا عن امتناع البنك عن من تغطية بعض السلع كالسكر والأرز والاكتفاء فقط بتغطية القمح والدواء، ما مدى تأثير ذلك؟ طبعا يعني هذا طبيعي في ظل أي حرب إنه يكون فيها الإجراء من قبل البنوك المركزية. يعني البنك المركزي خلال الفترات الماضية يعني أوعد يعني لبعض يعني البنوك ب يعني بتغذية يعني بعض السلع يعني الاعتمادات لفتح الاعتمادات في بعض السلع الأساسية المواد الأساسية مثل الأرز والحبوب والدواء والحليبات وهكذا يعني لبعض البنوك ويعني دفع بهذا الموضوع وما زال تقريبا حتى اللحظه يعني المواد الاساسيه. الا لان كما ذكرت انه يعني صار في طلب يعني طلب كبير على السوق نتيجه المضاربه الموجوده يعني ما بين المشتقات النفطيه في السوق السوداء يعني وضعف ايضا ادوات السياسات النقديه، فادى الى عدم قدره البنك المركزي تقريبا على السيطره في هذا الجانب. يعني وصر في البنوك يعني ينتجوا بعض البنوك يعني ويوقعوا كذا ويخرقوا هذا الكلام وما فيش يعني الوضع انا اعتقد انه في الاطار الامني لا يكفي يعني الحلول هي الان هي حلول يعني سياسية واقتصادية يعني بالمقام الأول هي سياسية. لابد من تحييد أنا قلت يعني إنه يبدأ استئناف تصدير النفط إلى الخارج والصراح يمشي في مكان، لكن التصدير لابد أن هذا حتى يتحسن وضع الاقتصاد اليمني ويقاتل التدهور في هذا الجانب، أو أن إلا أن هناك وصلت البلاد يعني إلى الحد الذي ينبئ بوقوع كارثه انسانيه وازمه ماليه بحققها وشيكه لم تحصل يعني في تاريخ اليمن يعني قديما حديثا. هذا الوضع طبعا سوف يدوس حياه ومعيشه كل اليمنيين. هذا يعني المؤشرات الان بدات تظهر على السطح. ياتي على راس تلك المؤشرات تهاوي اسعار العمله الوطنيه يعني مثلا بالامس 100 260، اليوم 270 280 ريال للدولار الواحد، يعني تراجع قيمه العمله المحليه. هذا نتيجه تراجع الاحتياط النقدي الخارجي يعني الذي وصل الى الحد المخيف يعني من النقد.
وارتفاع حالة التدهور، هذا يعني الحاد للمالية العامة أيضا، وارتفاع رقعة الحد المالي يعني وتعويض ذلك هذا الحد عن طريق أيضا الدين المحلي. الحكومة يعني بتدفع أو السلطات يعني القائمة الآن بتدفع بحدود 500 مليار ريال يعني سنويا لكفاءه بالدين الخزانه على الدين المحلي كمسندات ودين الخزانه، الى ان وصل اجمالي الدين العام بشكل المحلي والخارجي الى نحو اكثر من 27 مليار دولار يعني خلال الشهر الماضي. نعم. يعني هذه تعتبر يعني مشكله يعني. نعم، اذا شكرا شكرا لك. نعم، شكرا لك الاستاذ احمد شماخ الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. نعود إليك أستاذ محسن. أستاذ محسن، أشار التقرير إلى يعني 39 مليار دولار قرابة ما خسرته القطاع الخاص، هذه الخسائر أستاذ محسن يعني ما مدى تأثيرها على الاقتصاد الحر من وجهة نظرك؟ أعتقد أنها خسائر كبيرة جدا، و المبلغ 39 مليار دولار بإمكانيات بلد موارده محدودة مثل اليمن أعتقد مبلغ كبير جدا ويؤثر على حياة المواطن العادي. لكن أيضا أعود وأكرر أنه في غياب دولة تفرض هيبتها فهذا شيء متوقع، وكما قلت بل أتوقع الأسوأ منه، والضحية هو المواطن اليمني البسيط الذي سوف يعاني كثيرا خلال الأيام القادمة. نعم. طيب أستاذ محسن، يعني هل هناك ملاحظات على السياسة المالية للبلد يعني سواء ما قبل الانقلاب وما بعد الانقلاب وإلى ما وصلنا إليه حتى الآن؟ أعتقد أنه مشكلة اليمن الأساسية سواء قبل ما يسمى بالثورة أو ما تسمونه أنتم بالانقلاب هو الفساد الذي كان مستشريا، والكل للأسف الشديد ساهم في كل القوى السياسية والنخب السياسية ساهم في ذلك الفساد والإفساد. بالتالي نحن ندفع تراكمات سياسات سابقة اقتصادية أو اجتماعية ونحن نجني في أرضه الآن. الفساد كان مستشري، الناس تتحدث أن الفساد في اليمن أصبح مثل الماء والهواء، لكن للأسف الشديد المسؤول السياسي لم يكن يستمع ولم تكن لديه النية للاستماع، أو وإن استمع لم نعم. طيب إذن أنت تتحدث عن أنه كان لابد من وجود دولة تفرض سيطرتها على الوضع المالي والسياسي أيضا، ما هو تأثير هذا الغياب الذي يعني لم يبت في أمره حتى الآن؟ يعني البنك وما زال تحت سلطة الميليشيا، عدن التي أعلن عن تحريرها ولم يتمكن بعد من الفصل بين الاقتصاد للمنطقتين المحررة وغير المحررة. في عدن للأسف الشديد بعد ما سمي بتحريرها ضخت أموال كبيرة جدا من الأشقاء في دول الخليج، لكن أيضا الفساد التهم كل شيء. يبدو أن الميزة التي أو الصفة المشتركة لليمنيين سواء شمالا أو جنوبا هي النهب المال العام واعتباره شيئا شيء يجوز نهبه وسرقته وحقا مشروعا. عدن دخلت فيها خلال فترة ما خلال عام أو عام ونصف بدون مبالغة مئات المليارات، لكنها ذهبت سدى، والرابة التي نراها في عدن اليوم هي نتاج ذلك. نعم. طيب يعني ربما يعني هذه الأرقام المهولة التي يتم الحديث عنها من خلال الخسائر في القطاع الخاص تؤدي بطبيعة الحال إلى ركود الأموال وركود أيضا وظائف الجهاز المصرفي، هل يعني كيف يمكن أن نوقف مثل هذا التدهور يعني كحلول طارئة ربما أو عاجلة يفترض القيام بها سواء من سلطة الأمر الواقع التي الآن هي تشرف على البنك المركزي أو من خلال الدولة؟ أعتقد أنه جهود شخص مثل رجل فاضل مثل محمد بن همام بمفرده ليست كافية. نعم. يعني بالأمس سمعت أنا عن قرار بمنع استيراد السكر والأرز بقرار شخصي أو قرار من البنك المركزي، والاكتفاء باستيراد القمح باعتباره ضرورة حياتية للمواطن اليمني. أعتقد أن هذا ليس كافي. المعضلة الأخرى أيضا هناك أنه 50% من حوالات المغترب اليمني تأتي عبر البنك
وكالات عبر وكالات الصرافه. نعم تمام. بينما والبنك المركزي محدد السعر الرسمي للصرف ب 215 ريال، بينما هو في السوق السوداء 270 الى 280 اليوم تقريبا. نعم اي. بالتالي المستلم لن يقبل انه سوف يستلمها عمله اجنبيه ويبحث عن سوق سوداء يصرفها مبلغ اكثر للاستفاده من الفارق الكبير. نعم. طيب حين يعني نتحدث عن تدهور العملة النقدية وعلاقة ذلك أيضا على مستقبل المستوردين والمشتغلين في القطاع الخاص، هل له علاقة من وجهة نظرك؟ بالتأكيد أعتقد القطاع الخاص توقف تماما في بلادنا، سواء استيراد أو تصدير أو حتى تصنيع، نتاج الوضع الذي تعيشه البلد، فلتان أمني وتسيب وميليشيات. ايضا كثير نعلم جميعا انه كثير من المؤسسات الخاصه او المعامل او المصانع ان صح التعبير تم قصفها. نعم. جوا، وبالتالي توقفت. وهذا والمصنع عندما يقصف او المعمل هذا ليس لا يؤثر على صاحب راس المال فقط، انما علينا ان نحسب عدد العاملين وكم وراءهم من افراد اسرهم. بالتالي الكارثه كبيره فعلا. نعم. إذن هل هناك سياسة طوارئ اقتصادية يمكن القيام بها للخروج من هذا المأزق؟ في الوقت الراهن يا أستاذة أنا لا أعتقد، أنه لأنه قرارنا السياسي مقيد، نحن في حالة اضطراب شامل، اليمن في شبه شلل مقسم مجزأ، هناك اضطراب داخلي، هناك عدوان خارجي، وبالتالي إذا لم نصل إلى قناعة أنه كيمنيين وليس بفرض بقرار خارجي إقليمي أو دولي أنه علينا أن ننقذ هذا الوطن وننقذ هذا المواطن، أعتقد أنه سوف يستمر هذا السيناريو البشع ويدفع ثمنه المواطن البسيط. نعم. تحدثت أستاذ عن يعني قصف بعض المصانع التي أو الكثير منها وإنهاك البنية التحتية الاقتصادية أيضا سواء من الداخل أو من الخارج، ماذا عن دور التحالف لإنقاذ الموقف الاقتصادي في البلد طالما هو يتحمل جزء كبير في هذا الانهيار؟ أعتقد ما دمر بلد لم يسعى إلى الإنقاذ اقتصاديا، نكون واقعيين، يعني الأشقاء دخلوا لهم مصالح ولهم أجندتهم الخاصة. الآن أنا وأنت نرى وكل يمني يقول عدن كما قيل تم أهلها وتم إعادة الشرعية بين قوسين إليها، لكن ما الذي حدث؟ ضخت الدول الجوار مبالغ حسب ما علمت، مبالغ كبيرة جدا، لكن أين ذهبت؟ التهمها الفساد والمفسدون، وبالتالي سوف يستمر السيناريو الممل. أيضا الدول التحالف، أو أنا شخصيا مع تسمية الدول العدوى، لأن فعلا نحن لم نعتدي عليهم، هم من اعتدى علينا، عليهم على اليمنيين، اتفقنا طبعا ونستبعد ذلك، انه ان نرصد وندون كل الاضرار التي تعرضت لها البنيه التحتيه اليمنيه والمواطن اليمني والمؤسسات المحليه والوطنيه، ونطالبهم بتعويضات لاعاده بناء ما تدمر. نعم. اذا شكرا جزيلا لك الاستاذ محسن العمودي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من باريس. اذا مشاهدينا الكرام ننتقل ايضا الى عبر الهاتف للاستاذ سعيد عبد المؤمن رئيس مركز الامل للشفافيه وقضايا العمل من صنعاء. مساء الخير استاذ سعيد. مساء النور، حياك الله، كيف الحال؟ مرحبا بك أستاذ سعيد. يعني كثير ما حذر الاقتصاديون من هذا التدهور الاقتصادي الذي وصلت إليه فعلا ما كان نخشاه من تحذيرات، كيف تقرأ أنت هذا التدهور الاقتصادي الذي وصلت إليه البلد؟ في البداية طبعا نعرف أن اليمن منذ ما يقارب العشر سنوات، يعني ليس هي وليد اليوم، لأن نحن نتكلم دائما في الاقتصاد نقول أن هناك عملية تراكم حقيقية. يعني فالتراكم عندنا منذ ما يقارب عشر سنوات اليمن تعاني من فساد مستشري كان تأثيراته بشكل خطير جدا على القطاع الخاص، بحيث أن اليمن تحولت إلى بلد طارد للاستثمار،
سواء الاستثمار المحلي او الاستثمار الخارجي. اللي حصل الان انه نتيجه للاخطاء اللي ارتكبها السياسيون في اليمن ادت الى حصول المشاكل الحاليه، ومنها طبعا ما نلاحظه الان من عدوان في كافه اشكاله، يعني حتى النظام ما عاد يعني نقدر نعطي له توصيف الا انه سواء عدوان من الداخل ومن الخارج، عدوان منها الف. نعم أستاذ، يعني وصل اقتصاد البلد إلى ما وصل إليه، هناك هجرة كبيرة لرؤوس المال، وهناك أيضا خسارات فادحة بسبب قصف كثير من المصانع أو المنشآت والبنى التحتية أيضا، ولكن يعني ربما تدهور العملة الذي يعني حصل أخيرا كما يقال القش التي قسمت ظهر البعير، ما مدى تأثير هذا التدهور على ما تبقى من اقتصاد في البلد؟ الحقيقة أننا نستطيع أن نقول الآن في عمل ممهد ضد اقتصاد البلد من كافة الأطراف، لأنه الآن القطاع الخاص اللي يعتبر المحرك الدينامو في ظل حديث الحكومة عن تشجيع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة عملية التنمية والنمو الاقتصادي، أصبح الآن يواجه بظرف أكثر صعوبة، أنه فبجانب الحصار المفروض على البلد، طبعا هناك اعتداء يعني تدمير ممهد للمنشآت، يعني احنا نلاحظ الان انه كثير من المنشآت الصناعيه والمنشآت التجاريه تقصف في كل المدن اليمنيه يعني بدون استثناء، سواء قصف داخلي او قصف خارجي يعني. نعم. هذا طبعا يمثل كارثه، لانه هذا يمثل كارثه حقيقيه، لانه مثل هذه المنشآت تم بناها على مدار سنين طويله وكلفت مبالغ طائله، وبالتالي حتصبح مشكله. الشيء الثاني الان هو العمله، المعروف انه العمله اليمنيه تدهورت بشكل خطير جدا منذ العام 91 يعني، واستمر التدهور الى ان وصلت الى قيمه اكثر من 260 ريال في 2011 يعني. الان العمله تعاني من جديد، وطبعا العمله تمثل احد اعراض الاقتصاد، فإذا كانت العملة قوية معناها اقتصادك قوي، إذا كانت العملة ضعيفة فمعناها اقتصادك ضعيف. نحن الآن نواجه عملة ضعيفة نتيجة متغيرين. المتغير الأول أنه كافة التدفقات النقدية اللي كانت تأتي من الخارج سواء من النفط أو من المساعدة الخارجية توقفت، وبالتالي أصبح البنك المركزي الآن يعاني من شحة تآكلت العملة الصعبة الموجودة فيه بشكل كبير، وبالتالي أصبح ما عاد فيش حاجة جديدة. الشيء الثاني أما التدفق الداخلي اللي كان يتمثل بالضرائب والزكاة والمدفوعات الأخرى والرسوم، يعني أصبحت الآن تقترب من الصفر يعني، فقط بعض المدفوعات البسيطة، وبالتالي هذا يؤثر تأثير كبير على حركة ونشاط الاقتصاد. كمان بالإضافة إلى أنه القوة الشرائية للمواطن اليمني بدأت تنخفض كثيرا يعني، نتيجة عدم وقف فرص العمل، نتيجة طبعا انخفاض القيمة الشرائية للريال، نتيجة أن المواطن الآن أصبح همه الأساسي توجيه دخله ليس إلى الاستثمار، لأنه يفترض أنه في أي بلد رسمي نعم. أن جزء من موارد طيب. المواطنين وجزء من موارد البلد توجهه للاستثمار يعني. تفضل. نعم ابقى معنا أستاذ سعيد، سينضم إلينا أيضا الأستاذ خالد عبد الواحد رجل الأعمال والخبير الاقتصادي من عدن. مساء الخير أستاذ خالد. يا مساء الورد والنرجس والياسمين. مرحبا بك أستاذ خالد، يعني كونك بداية رجل أعمال، ربما أنتم الفئة المتضررة المباشرة من ما يحدث من تدهور اقتصادي في البلد، حدثنا عن يعني نظرتك لهذا التدهور خلال عام من الحرب. طبعا أولا أنا ملاحظة على إعداد البرنامج، أسئلة مشتتة البرنامج. نعم أستاذ خالد تفضل. يعني أوكي. نتقبل تلك الملاحظات. لا يمكن أن تصل إلى نتائج. ركزوا على ماذا تريدون من هذا البرنامج. طيب دعنا نركز الآن معك أستاذ خالد، دعنا نركز يعني حتى نستفيد من باقي الوقت لنخرج إلى نتائج، يعني ربما برنامج خلال ساعة لا يمكنه أن يخرج بنتائج لم تستطع يعني السياسيون القيام بهذه النتائج. تفضل أستاذ خالد. طيب أوكي. الوضع الكارثي اللي وصلنا إليه. نعم.
الوضع الكارثي الذي وصلنا إليه كان متوقعا، كان متوقعا، لأنه ما فيش دولة يعني من بعد الوحدة في 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 الدولة اللي أقيمت بعد الوحدة هذه كان عندها حساسية ضد أي إصلاحات اقتصادية أو مالية أو إدارية. فبالرغم أنه كان موجود بعد الوحدة مباشرة برنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري، هذا أقر من قبل مجلس الوزراء في 15 ديسمبر 1991 ولم ينفذ. نعم. وظلت الدولة، ظلت الدولة فقط عبارة عن دكتاتورية عسكرية قبلية لا تقبل بأي إصلاحات اقتصادية، وتعتقد أنه هذا التحالف القبلي العسكري الأسري هو اللي يعني يريد أن يحكم اليمن ليس لتطوير اليمن ولكن للجباية. طيب يعني أفهم من كلامك أستاذ خالد أن هناك لم يكن لدينا بنية. خلينا أتكلم. النتيجة 20 مليون كما قلتم، 20 مليون فقير، مشكلة بطالة، تضخم، دمار البنية التحتية، دمار المنشآت الخاصة، توقف المشاريع الممولة خارجيا. نعم. وأيضا موقف المشاريع داخليا، يعني تدهور الاحتياطات النقدية، توقف الانتاج النفط والغاز، توقف يعني كل هذه النتائج هذه كانت متوقعة. نعم. ولكن الآن الضربة القاضية اللي جاءت في تدهور سعر الصرف خلال الأربع الأيام الماضية، أولا للتصحيح. نعم. أولا للتصحيح، البنك المركزي كما قرأت اليوم في منشور لجمعية البنوك أنكر أنه وقف تمويل، ضمان تمويل الأرز والقمح والدواء، ما زال الأرز والقمح والدواء تحت ضمان التمويل بعد تمويل البنك المركزي. ما دون ذلك، إذن ما سبب ارتفاع العملة برأيك؟ لحظة، أسباب العملة أول شيء، يعني هذه أنا كويس أنك ذكرتي أنه كيف يمكن، ما هي أسباب تداول العملة؟ التداول العملة أولا ناتج عن الاستنزاف الاحتياطي. نعم. استنزاف الاحتياطي، الاحتياطي النقدي الأجنبي من داخل البنك المركزي، وبالتالي لا يوجد أي رفض للموارد في البنك المركزي. توقف إنتاج النفط والغاز، توقفت التمويلات الخارجية، توقف البخ النقد يعني عبر القنوات البنكية، وأصبح في تخمة داخل البنوك في العملات الأجنبية من يوليو مش قادرة أن تصدر هذه الأموال يعني بمليارات. نعم. يعني مليارات، لأن لا أريد أن أتحدث عن الأرقام، ولكن مليارات موجودة لدى كل البنوك مش قادرة أن تستوعب أي عملات أجنبية لأنها غير مأمونة داخل صنعاء. فبالتالي لابد أن تذهب هذه السيولة المحلية من الدولارات والريالات السعودية والإمارات والدرهم الإماراتي والقطري واليورو، هذه يجب أن تذهب إلى حسابات البنوك لتستطيع أن تمول العملية الاقتصادية، تعمل عملية الاستيراد. نعم. فلذلك طيب اسمح لي أستاذ، عنده عصا سحرية. نعم. استنزفت بطريقة عشوائية نتيجة للسياسات الانقلابيين والتدخلات في البنك المركزي. هذا نعم. بنك مركزي سيادي عنده ست مهمات، هو بنك البنوك، هو يدير أموال الدولة، هو أيضا يحافظ على الوضع النقدي والاستقرار الاقتصادي، هو الضامن لنشاط النظام البنكي، وهو أيضا يمثل الدولة في الاقتراض الخارجي والداخلي. نعم. فلذلك ابقى معنا أستاذ خالد. نعم سأعود إليك. تم التدخل فيها من ناس لا يفهموا في الاقتصاد ولا في العملة ولا في حاجة، وهذا تدخل مش من اليوم، تدخل من سابق. نعم أستاذ خالد ابقى معنا سأعود إليك. أنقل فقط فكرة البنك الذي يعني تحدثت عنها للأستاذ سعيد عبد المؤمن. أستاذ سعيد يعني ربما استمعت للأستاذ خالد، يعني هو قرأ كما قال في منشور البنوك بأن البنك لم
يعني يرفع دعمه عن السيراد أو الأرز والقمح والدواء. نحن تحدثنا عن القمح والدواء، ولكن الأرز والسكر هذا ما تداولته وسائل الإعلام، ولكن هو يؤكد أنه لم يحدث ذلك، يعني ويعيد تدهور أو أسباب تدهور العملة لسوء استخدام الاحتياطي النقدي في البنك يعني. وهناك أيضا من يتحدث أن بقاء المؤسسة النقدية تحت سلطة الانقلاب هو أحد أسباب التدهور، ما رأيك أنت أستاذ سعيد؟ لا، هو الحقيقة طبعا تدهور الوضع الحالي بالنسبة للبنك المركزي هو نتيجة زي ما قلنا من سابق أنه عندنا متغيرين. المتغير الأول أنه كل التدفقات النقدية الخارجية توقفت، يعني لم نعد نصدر لا نفط ولا غاز، ولا طبعا هذا كان يمثل ما يقارب 67% من موازنه الحكومه يعني. نعم. معروف ان تصدير النفط والغاز يمثل ما يقارب 20% من الناتج القومي، هذا واحد. الشيء الثاني انه تدفقات الضرائب والتدفقات الداخليه خفت بشكل كبير جدا. طبعا هذا بيسبب مشكله، معروف انه البنك المركزي اليمني رغم الاشكاليات اللي حصلت الا انه قدره بن همام رغم فترة الاعتكاف اللي اعتكفها في حضرموت كانت تحقيقا ما اثبتت جدارة الرجل، وانه قادر على ضبط امور البنك المركزي، وهي اخر مؤسسة حقيقة داخل اليمن استطاعت انها تستمر. ما يشاع الايام هذه انه كان، لانه قبل اربع ايام اشيع خبر بشكل قوي داخل وسائل الاعلام يقول ان البنك المركزي توقف عن نقد التجار بالعملة الصعبة لاستيراد السكر والارز. وهذا طبعا ما لاحظناه نحن كمواطنين انه ارتفعت الاسعار، يعني ارتفعت الاسعار في الاسواق، بعد ذلك البنك المركزي اصدر تكديد. الاشكاليه الان انه التاجر نفسه اللي يستورد، مش المشكله فقط توريد عمله صعبه حتى على في هذا المجال، لكن حقيقه الوضع الحالي اللي تعانيه البلد من تامين وعدم قدره وصول البواخر بشكل كويس، والاستاذ خالد يعرف هذا الكلام، يعرف انه الان التامين على البواخر ارتفع، يعرف ان البواخر لا تغامر بالدخول الى الموانئ اليمنيه بسبب كثير المشاكل، يعرف ان البلد مقطعه بشكل خطير جدا، وانه الان ما فيش حاجه تصل الى المواطن بشكل سهل. لكن في كل الاحوال نحن نستطيع ان نقول التالي، انه فعلا الوضع الاقتصادي الان هو وضع مزري، وسيتحمل نتائجه بصفه عامه الان القطاع الخاص الذي تدمر منشاته، تدمر منشاته بالاعتداءات بالمتفجرات والقذائف سواء من الجو أو من الارض، ومعروف انه اخر المصانع الان تدمر بشكل منهجي. الشيء الثاني انه هذا القطاع الخاص للغاية لا يسمح له باقامه مشاريع حقيقيه، القطاع الخاص الان اصبح يتجه الى الخارج. القطاع الخاص الان يجد نفسه في وضع صعب جدا، الظروف الاقتصاديه جعلت القدره الشرائيه للافراد ضعيفه جدا، وبالتالي لو يعني لا يستطيع ان يضع الاسعار، ولما ترتفع الاسعار تبدا المشكله. القطاع الخاص هنا حقيقه بيواجه وضع سيء جدا، بالاضافه الى الالتزامات اللي تفرض عليه الان. اذا وضع البلد هنا يؤدي الى احباط حقيقي للقطاع الخاص، وهو طبعا ما جعلنا نطالب انه فعلا انا مع الاستاذ خالد ما قاله، كان هناك اجراء جدي في سنه بعد 91 عندما تم قامت حكومه حيدر المهندس حيدر العطاس بوضع برنامج الاصلاح المالي والاداري. هذا البرنامج معروف ان القوى السياسيه عطلته في اليمن، لو كان هذا البرنامج سار بشكل طبيعي ما وصلناش بعد ذلك للمشكلات اللي تمت، كان ربما وضع اليوم تغير. اما ما بعدها من اصلاحات اقتصاديه فهي كانت مجرد عمليه رفع الاسعار يعني. نعم. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد عبد المؤمن، رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ خالد، يعني كثير من النقاط طرحها الأستاذ سعيد عبد المؤمن، وربما أهمها أن القطاع الاقتصادي هو أكثر من يتحمل هذه الخسائر. برأيك إلى أين يتجه الوضع الاقتصادي في اليمن بهذا الشكل؟ والله بالرغم من ما وصلنا إليه، لكن في إمكانية سريعه جدا، حلول سريعه كيف جدا أستاذ. يمكن نعم. تتبناها الحكومه. اول شيء هو الترحيل الفوري للسيوله الفائضه الموجوده لتعزيز ارصده البنوك حتى تستطيع هذه البنوك ان تمول التجاره الاستيراد، واحد. الشيء الثاني استعاده الانتاج للنفط والغاز، كل حقول النفط وموانئ النفط بيد السلطه الشرعيه او في مناطق تنتمي اسميا او واقعيا الى المناطق المحرره او المناطق التي لا توجد فيها حرب.
فما الذي يمنع من إعادة إنتاج النفط والغاز؟ واحد، اثنين، ثلاثة، يجب السيطرة على الإيرادات. من في إيرادات يومية يعني يستفيد منها القوى الإنقلابية وأنصار الله وأنصار أنصار كيف الله سيتم ذلك أستاذ خالد؟ كيف سيتم السيطرة عليها؟ كيف سيتم السيطرة على هذه الإيرادات وهي يعني تصل حضرموت وشبوة، يعني من مسيطر عليها؟ مارب من مسيطر عليها؟ نعم، هل يعني القاعدة مش قاعدة، هذه قاعدة عفاش وقاعدة أنصار الأنصار الشريعة. هؤلاء موجودين في الضبة وموجودين في المكلة، كم منهم وكم في كم في الألوية العسكرية الموجودة؟ لماذا لا يدحروا؟ تعرفي انه بموجب ما قاله وزير النقل السابق انه يوميا اكثر من مليار دخل هذه العصابات بس فقط من 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 الموارد اللي في الموارد اللي في حضرموت، غير الموارد في شبوه والموارد اللي في المعره، هذه كلها يوميا مفروض تروح مفروض تروح يعني غير المناطق في تعز وفي وفي الحرض وفي مناطق اخرى، هذه كلها يجب ان تعود للبنك المركزي في ايرادات عامه. الشيء الاخر، يجب ان نعمل مع البنك الدولي ومع كل المنظمات الموليه لرفع الحظر عن عن المشاريع، عن تمويل المشاريع. يعني في بعض المشاريع في مناطق محرره، لماذا لا تعود التمويلات؟ يعني هذا شغل الحكومه، يعني في جمله من الاجراءات. ايضا من ضمن الحلول العمل مع البنوك الخارجيه، ايضا يعني مع المنظمات، يعني مع المجتمع الدولي وبالذات المؤسسات الماليه، عامله حظر علينا، عامله حظر علينا في التحويلات من والى اليمن وخارج اليمن. وكما قلت انا امس في قناتكم ايضا انه حتى البنك الاهلي اليمني الذي يوجد لديه ودائع كافيه في الخارج في بعض البنوك الكبرى، في كوميرس بانك، في كوميرس بانك، في بنك اوف نيويورك، في دوتش بانك، في كثير، في مشرق بانك، في بنك البريتش عرب بانك، هذه كلها الان هددوا وقال لهم خذوا حقكم، ارفعوا حقكم الودائع والحسابات الموجوده عندنا. هذا الوضع، يعني الحكومه مش موجوده، حكومه موجوده بالاسم داخل الرياض لكن مش موجوده في المناطق المحرره، وما تشتغلش داخل يعني الان انا اقول لك بصراحه، الاخ الرئيس وفر 18 مكتب ل 18 وزير داخل معاشق من شان يداوموا، حتى الان لم يداوموا، لهم 10 اشهر لم يداوموا في مناطق محرره. فلذلك الامن والبنيه التحتيه وكل هذا تتداور داخل المناطق المحرره، لماذا؟ لان الحكومه ما لهاش. نعم. واحد رجال عمره 70 سنه الاخ الرئيس لوحده قال يشتغل 24 ساعه، يعني هذا 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 مش هذا هذا وضع لا يمكن ابدا السكوت عليه. في امكانيه لمعالجه الوضع، ناهيك عن الاصلاحات الاقتصاديه بكره والتعويضات برضو عن القطاع الخاص، طبعا يعني القطاع الخاص دمر، يعني دمر يعني البنيه التحتيه، ما في لا كهرباء ولا طرقات ولا جسور ولا مشتقات نفطيه ولا كذا، مع ذلك يعافر، ما زال القطاع الخاص يعافر بالرغم من 39 مليون مليار دولار خسائره، لكن ما زال يعافر، لان هذا قطاع خاص وطني، يعني قطاع خاص وطني ومستعد ان يعني يعيد بناء كل شيء، لكن وفرنا دوله مدنيه يتساوى فيها المواطنون، يتساوى فيها الناس، يعني يكون في شراكه بين الحكومه والقطاع الخاص، بين الدوله والقطاع الخاص على 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 قاعده، يعني على قاعده العداله الاجتماعيه. فلذلك هذه الاسس، اذا شوفي كل حاجه موجوده في مخرجات الحوار الوطني، وهذا الانقلاب تم نتيجه لرفض مخرجات الحوار الوطني، ولا مخرجات الحوار الوطني ناقشنا فيه ناقشت فيه كل قضايا اليمن منذ 50 سنه، ووضعت رؤيه كامله لهذا الموضوع، يعني وضعت رؤيه كامله كيف يمكن نبني الدوله المدنيه الاتحاديه، ما عادش الدوله المركزيه اللي كانت موجوده بقوه السلاح وال يعني بالجبايه وقوه السلاح والتحالف العسكري العقبري الاسري، لا، دوله مواطنه لكل الناس، يعني دوله نعيش فيها كل الناس مع بعض، ننمي مناطقنا، يعني نستغل المستقبل. اليمن لا، اليمن غني بكل شيء، غني اول بموارده البشريه، غني بموارده البشريه، بموارده البحريه، وضعت لنا الحلول بمناخه، عندنا ما في بلد في الوطن العربي في 4 مناخات في آن واحد. صحيح. إلا في اليمن.
نعم مضاد كثير من الحلول الفورية أستاذ خالد. نعم يؤسفني أن ينتهي الوقت، ولكنك وضعت كثير من الحلول، يعني لعل هناك من لديه ضمير يستمع إليها. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد عبد الواحد رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، كنت معنا من عدن. للأمانة مشاهدينا الكرام، يعني أقولها كذا ببساطة، هي من أكثر الحلقات التي تؤلم. البلد يغرق، الميليشيا تحمل العدوان الخارجي والأمريكي صهيوني وإلى ما إلى ذلك، قيادة البلد تحمل الميليشيا، وهناك حلول بسيطة يضعها خبراء اقتصاديون. يعني أنا يعني أعود لأرمي بهذا الثقل على الحكومة الشرعية، كثير من الحلول هي بأيديكم، لم يداوم أي وزير حتى الآن في المناطق المحررة، الحلول هي بأيديكم من خلال هذه المناطق، ولكن نأمل أن يوجد لديكم قليل من الضمير وأنتم تتفرجون على البلد يغرق وينهار في هذه الكارثة الاقتصادية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.